أشار نائب رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام أيمن السيد عبد الوهاب أشار إلى الحاجة لتكامل الجهود لتعميق مفهوم المسؤولية المجتمعية. وأضاف عبد الوهاب إلى أن القطاع الأهلي يمتلك إمكانيات كبيرة تحتاج لتنسيق فيما بينها. في جهد كبير لازم دايما نأكد عليه بتقوم بالمنظمات الأهلية وآخرها التحالف الوطني، لكن في الحقيقة مصر دولة كبيرة ومجتمع كبير جدا، وبالتالي نحن نريد نماذج متعددة وأشكال متعددة تستطيع أن تتكامل مع سياسات الدولة ومبادرات السيد الرئيس. التكامل ده في الحقيقة محتاج الثلاث قطاعات، القطاع الحكومي والقطاع الأهلي والقطاع الخاص. القطاع الأهلي يحتاج إلى أن يعلي ويتجاوز فكرة العمل الخيري والرعائي فقط إلى أنه يعمق أكثر الجزء التنموي. القطاع الخاص يحتاج إلى تعميق مفهوم المسؤولية الاجتماعية بشكل أكبر. القطاع الحكومي يحتاج إلى مزيد من التنسيق والتفاعل بين القطاعات الثلاثة حتى يمكن أن نحدد حجم الإسهام الاقتصادي والاجتماعي، ودي في الحقيقة يعني نقطتي الرئيسية. إمكانيات زي ما حضرتك أشرت، إمكانيات القطاع الأهلي كبيرة جدا، لكن نحتاج إلى تحديد هذا الإسهام وأن يكون نوعي بحيث أنه يتكامل مع السياسات. يعني أدي مثل بسيط لإيضاح الفكرة، وإحنا بنتكلم على السياسة السكانية وبنتكلم على تنظيم الأسرة، فبنتكلم على مبادرة السيد الرئيس الخاصة بتنمية الريف المصري. المنظور التنموي في الحقيقة من جانب القطاع الأهلي لابد أن يكون متعمق جدا، لأنه في بعض الأوقات بيكون بعض القوى الاجتماعية داخل القطاع الأهلي مقيدة لفعالية وتأثير السياسات والمبادرات، وبالتالي هنا تحتاج الرؤية، نحتاج إلى أدوات أخرى تعمق الوعي بأهمية الدور التنموي، نحتاج إلى فلسفة جديدة تحدد الأدوار والمسؤوليات بين القطاعات الثلاث.